الصينية هذا أعطوني السيارة الجنس اللي بتكون من ورا كابينة مسكرة. طلع انا بفكرة انه عمل ماراثون 12 ساعة متواصلة للعزف شيء كتير كبير، انه يدخل الفن في التوعية. احنا بنعمل حملات توعوية بشكل مستمر، حتى السنة كانت حملة المؤسسة حملة اقليمية مع 5 دول للتوعية، فانه يدخل كمان الفن بحث النساء وتشجيعهم لعمل الفحوصات الدورية، هذا اشي كتير يقدر واشي كتير له رح تكون رسالة مؤثرة للمرأة. هو احنا حاطين سقف $1,000,000، بتأمل يوصل اكتر من 1,000,000، لانه كل قرش بيوصل رح يساهم في انه نوصل اكثر مناطق بعيدة، في تدريب كادر، سواء في توعية، في الكشف المبكر، في الحفاظ على حياة المرأة وتكون على سلم اولوياتها. رح يكون جزء منه هذا الدعم، المبلغ اللي حيجي شراء عيادة متنقلة فيها ماموغرام والتراساوند وكادر طبي متدرب ومتميز لنوصل جميع المناطق لعمل هاي الفحوصات. هذا الموضوع، موضوع السرطان ومركز دنيا وهي الفكرة، كانت ملهمة للثلاثي جبران بأنه يعملوا هذا الحدث الفني الكبير اللي هو ماراثون الموسيقي، اللي هو الأول بفلسطين بنعمل والأول بحياتهم الفنية، اللي بيعملوا الفنان مرة بحياته الفنية. الهدف منه هو دعم حملة التوعية بسرطان الثدي وجمع تبرعات التارجت اللي هو $1,000,000 لشراء عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.